بالنسبة لما حدث بالأمس كان جريمة من الجرائم الكبرى التي نضيفها إلى سيرة هؤلاء الهمج المتبربرون الذين لا يفقهون الحضارة ولا المدنية، وهمهم هو الدمار والخراب. جريمة من الجرائم الكبرى التي تتوالى على هذا الوطن العزيز وعلى هذا الشعب العريق الذي أبى إلا أن ينتفض وينهي عهد الظلام وعهد القهر والاستكبار، وأراد أن يتحرك نحو الحضارة والمنية وإنشاء الدولة الديمقراطية التي يلتقي فيها الجميع ويتقاسمون فيها السلطة ويبنون الوطن من جديد، لأن الوطن جريح وجريح وجريح ويحتاج إلى التطبيب، وتطبيبه هو أن يرتقي في كل المجالات التعليمية والصحية والثقافية والحضارية والمدنية. مجرم من المجرمين وما أكثرهم في هذه القبيلة التعساء يقوم بعملية فتح راجمات الصواريخ على الآمنين وعلى الجمادات من الأحجار ومن القصور ومن المباني، وهذا هو ديدن كل الجبابرة وكل المجرمين. فتحية إلى شعبنا الذي يصمد أمام هذه التترية وهذه الهمجية، وتحية إلى الذين يعانقون الرمل في المحاور، فهم الذين يستطيعون أن يوقفوا هذا الغول وهذا البربري وأولئك الهكسوس الذين يقومون بكل ما يمكن أن يخرب الحضارة والمدنية. غسان سلامة، وما أدراك ما غسان سلامة؟ كممثل للأمم المتحدة لم يقم بواجبه عندما سمع تلك الأصوات المزعجة وتلك القنابل والصواريخ التي تنزل على الآمنين، قام وقال أن هذه الجرائم قد ترقى إلى محاكمة وما أدرك. يا سلام، هكذا استيقظت يا سلام بعد كل هذا الضرب وبعد هذا القتل وبعد هذا الدمار وبعد نصف المدارس والأسواق وكل الأماكن التي يأوي إليها الناس.